حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج الوسم. انا كرار حباب، فاصل قصير وفقره فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والمواضيع والاحداث والترندات المحليه والعربيه والعالميه اللي دائما ما تكون موجوده في برنامجنا برنامج الوسم. اليوم حدثنا الاول والاخير وموضوعنا الرئيسي في هذه الحلقه هو موضوع الترند بمواقع التواصل الاجتماعي، الفاجعة الأليمة اللي حصلت في الموصل في قضاء الحمدانية من الناس اللي لقت مصرحها لأسباب دائما ما نحكيها احنا دائما بالبرنامج وبكل مجالات الحياة. دائما نقول السلامة، المتانة، الأمن، هذا كل هذه المواضيع لازم تكون موجودة في كل فئة، في كل مكان، في كل قاعة، في كل منزل، بناية، دائرة، في كل مكان احنا نتابع ونشدد دائما على ان يكون الامن والسلامة والحفاظ على الناس. كل هذه الشغلات المفروض متوفرة. مع الاسف فقدنا الكثير من الضحايا بسبب حادث حريق حصل في احدى القاعات للمناسبات، وتحديدا مناسبة خاصة، عرس لي عائلة معينة، راح ضحيته العشرات بل حتى ممكن العدد فاق 100 مواطن بسبب حريق التهم القاعة بسبب الألعاب النارية الموجودة. كثير من المواضيع عندنا اليوم، كثير من التعازي، كثير من التوضيحات اللي راح نوضحها لكم في فقرة فيس تو فيس. بس قبل لا نخوض بموضوعنا وتفاصيله، ننشر البيان اللي كان موجود في الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء. بيان وجه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدة 3 أيام، عزاء في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية بغديدة في منطقة سهل نينوى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 27 أيلول 2023. وكذلك الحال راح نلتزم بالتوصيات وراح نلتزم بمراعاة مشاعر عوائل الضحايا اللي ما راح نطلع الفيديوهات المؤلمة ولا الصور المؤلمة اللي ملت مواقع التواصل الاجتماعي واللي البعض نشرهن بكل السوشيال ميديا وبالقنوات الإخبارية. راح نلتزم بنص البيان اللي هيئة الإعلام والاتصالات إعمامي للمؤسسات الإعلامية كافة حول حادثة الحمدانية، تزامنا مع إعلان دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني الحداد العام في البلاد لفاجعة قضاء الحمدانية. تدعو هيئة الإعلام والاتصالات المؤسسات الإعلامية كافة إلى تكريس الجهد الإعلامي في تغطية حادثة الحمدانية الأليمة بما يتناسب وحجم الحدث ودقة النقل مع مراعاة مشاعر ذوي الضحايا وأسرهم. وتؤكد الهيئة على مساندة المؤسسات الحكومية التي تبذل جهودا استثنائية لمساعدة الضحايا وعوائلهم والحد من آثار الحادث المهول. وإذ نعلن عن دعمنا لكل الجهود المبذولة، فإننا ندعو الله بالرحمة للضحايا والصبر لذويهم والشفاء للمصابين، ونؤكد على دعمنا لهم عبر مختلف قنوات التعاون والمساعدة. جنب الله العراق وشعبه كل سوء، هيئة الإعلام والاتصالات. طبعا مشاهدين الكرام راح ناخذ الموضوع بكل تفاصيله وراح نسولف أكثر وأكثر، وراح نعرف عدد الضحايا شقد، وراح نعرف أيضا عدد الجرحى في المستشفيات. ينضم إلنا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر. حياك الله دكتور. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله، تحية جنابك والمشاهدين الكرام. دكتور بالبداية أريدك توضح لي الإحصائية النهائية لحد الآن، عدد الوفيات في حادث حريق الحمدانية. شكرا جزيلا. آخر إحصائية رسمية من دائرة الصحة، عدد الوفيات وصل إلى 98 حالة وفاة. 98؟ عدد 98. زين. عدد الراقدين في الوقت الحالي في المستشفى الجمهوري التعميمي هو 15 حالة، وفي المستشفى الحمدانية العام 6 حالات، وفي أربيل 21 حالة، وفي جهوك
12 حالة. زين، هذا العدد لحد الآن، لحد ما أنت تكلمت معاي، هذا العدد لحد الآن، لحد هذه اللحظة اللي زين بها مع الجنة. حدثني عن جهود وزارة الصحة بإرسال الدعم والمساندات والعلاجات وكل هذه التفاصيل فور وقوع الحادث. نعم، كنت أعلم أن السيد الوزير من اللحظة الأولى طبعاً ولحد اليوم كانت متابعة ميدانية وشخصية من قبل السيد الوزير كادر متقدم الوزارة، وطبعاً زارنا السيد رئيس مجلس الوزراء وعدد من المعنيين والوزراء يعني الوزارات الأخرى، وكل التفاصيل تدرك بشكل شخصي وميداني من قبل السيد الوزير وكادر المتقدم، وكل المرضى يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، كثير من عندهم خرجوا متحسنين، بعض الحالات الحرجة ما تزال تتلقى الرعاية اللازمة، وأيضا هناك توجه للتعامل مع بعض الحالات الخطرة والمعقدة جدا لتسييرها وعلاجها طبعا حسب دور وزارة الصحة. وأكد جلالتك أن كل الحالات تلقت وستتلقى ونستمر بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وهذا واجبنا. زين دكتور، كل الحالات حتى الحالات الحرجة أو الخطرة يلقون العلاج موجود، يلقون كل التفاصيل موجودة، ما يحتاج أحد يرسل أو يبحث عن مستشفيات خارج العراق أو خارج المحافظات اللي هم بيها؟ نعم، كل الحالات اللي تم إخلاءها تلقت رعاية طبية وما كان هناك نفس لديهم مستلزمات طبية. بعض التداخلات الجراحية التجميلية وغيرها المعقدة جدا ربما نحتاج إلى تسفير عدد محدود جدا من الحالات خارج العراق، يعني مثل برنامج الإخلاء اللي هو بعض الحالات النادرة والمعقدة جدا كجراحة الكبد نضطر بالوقت الحالي إلى تسفيرهم إلى خارج العراق، وطبعا بالتدريج إحنا نكتسب خبرة لإجراء نفس هذه التداخلات في قدرات محلية. زين دكتور، حدثني عن عدد الحالات الحرجة أو الخطرة حاليا بكل المستشفيات القريبة من الموصل. نعم، ذكرت جنابك الحالات الراقدة الآن، يعني هي أكثرها حالات يعني متوسطة إلى خطيرة، لذلك قررنا أنه نبقيهم راقدين طول هذه الأيام الثلاثة، يعني منذ يوم الحادث على اعتبار من الثلاثاء والأربعاء واليوم الخميس. هذه الحالات هي متوسطة إلى خطرة اللي ذكرتها جنابك، اللي هي 15 في المستشفى الجمهوري وستة في مستشفى الحبانية نفس القضاء اللي حدثت بها. زين، راجعة وفي 40 مستشفى. نعم، شفنا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن أنه عدد من الضحايا راحوا لمستشفيات قريبة، مثلا في محافظة دهوك أو محافظة أربيل، ما أعرف في أي مستشفى، وأنه خرجوا لأنه ما تلقوا العلاج أو ما لقوا العلاج. هذا الموضوع صحيح؟ لا سيدي، غير صحيح. أولا هي دهوك أو أربيل أو البصرة بالنهاية مستشفيات عراقية، زين، وهؤلاء مواطنون عراقيون ما يحتاجون رعاية طبية، يعني إحنا من الزائر من محافظة البصرة رايح إلى زيارة للنجف وكربلاء محتاج رعاية طبية، هذا ما يعتبر، ودخل في مستشفى في كربلاء والنجف، ما يعتبر نقص أو مطلب على دار صحة البصرة. في النهاية هو ممكن علاجه في أي مكان غير مؤسسة صحية، طبعا احنا حتى غير العراقيين أيضا قدمنا رعاية طبية. هو اللي صار أنه هو تعرف جنابك هو قضاء، وفي الأقضية المستشفيات العامة الموجودة إمكانياتها محدودة، وهذا أمر طبيعي لأنه مو مركز محافظة. فلما يكون حادث بهذا الحجم مئات من المصابين في فترة زمنية قصيرة، حتما وأكيدا أنه مستشفى الحمدانية نفسها ما ممكن تستوعب هذا الحجم. اثنين، التداخل الجغرافي، يعني أحيانا دهوك أقرب كثيرا لبعض أطراف الموصل من العاصمة الإدارية للمحافظة. فشنو المشكلة إذا كان هناك حالة بسيارة إسعاف إلى مؤسسة صحية في محافظة أخرى؟ وبالنهاية دهوك أو أربيل أو كركوك أو ديالي منها كلها محافظات عراقية وهؤلاء مواطنين عراقيين. فأنا أتمنى أنه يعني يكون دقة في نقل هذه المعلومة، وبالعكس أنا أشوفها شيء إيجابي أنه كل المحافظات تتخذ موقف لدعم وإسناد المحافظات الأخرى. إحنا نذكر قبل أشهر من صار حادث في دهوك إذا تذكر. نعم، في احد المصايف. صحيح. فكل المحافظات ارسلت دعم، واولها كانت نينوى نفس الموصل على اعتبار القرب الجغرافي وهكذا. زين دكتور، اريدك تطمني، شفنا ما اعرف يعني تاكد لي الموضوع وايضا تطمني عليهم.
اكو انتشر فيديو او صور انه اكو سياره اسعاف اثناء نقل المصابين انقلبت بالطريق او سوت حادث، هذا الموضوع صحيح لو لا؟ وطمني عن الموجودين كانوا في السياره. يعني نسيت ان اقول انه صحيح. نعم. فعلا صار حادث تصادم لسياره اسعاف اثناء عمليه اخلاء الجرحى، يعني ربما كان يعني بالليل، تعرف صحيح خارجي يعني نعم مثل زراعي. ونعم صار حادث وصارت اصابات. يعني اعطيك تفاصيل لاحقا لكن هذه المعلومه صحيحه. نعم. شنو تحب تضيف دكتور؟ اضيف الشكر والتقدير لكل الملاكات الطبيه والتدريبيه اللي ساهمت في استيعاب هذه الفاجعه، طبعا تعازينا الحاره لاسر الضحايا والجرحى، تمنياتنا بالشفاء العاجل للجميع. واكد باسم السيد وزير الصحه ان وزاره الصحه الاتحاديه ملتزمه بمتابعه تفاصيل علاج لكل حاله ان شاء الله حتى تنتاج الشفاء التام. شكرا لك دكتور سيف البدر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك على هاي التوضيحات اللي وضحت لنا اياها من خلال العدد او الإحصائية النهائية لغاية الآن 98 شخص توفى بسبب هذه الحادثة، وأيضا ذكر عدد كبير من الجرحى وما بين حالات متوسطة إلى خطرة راقدين في مستشفيات قريبة من محافظة نينوى، البعض في دهوك، البعض في أربيل، البعض في مستشفيات محافظة نينوى نفسها. 98 شخص توفوا بسبب أنا هسه أريد أحكي والله أريد أشوف يعني دور الحكومة المحلية في نينوى. يعني أنتم من يجي واحد يفتح قاعة ويقرر يسوي قاعة مال أعراس ومناسبات، طبيعي أي واحد يقدر يستثمر ويسوي، هذا موضوع موجود بكل دول العالم. أكو رقابة بكل الدول بكل مفاصل الحياة، أكو رقابة على المواد اللي تنبني بها القاعة، على الألعاب النارية اللي تدخل داخل القاعة، على نوع السقف، نوع الجدار، نوع الكر، كل هاي المواضيع، نوع الستيج، كل هاي التفاصيل. أيضا وزارة الصحة أكل تجي تراقب وغيرها من الأمور. أنا أريد أسأل دور، يعني وين دور، وين الحكومة المحلية اليوم؟ نينوى في مرحلة بناء وإعمار ما بعد حرب داعش القذرة وأجلكم الله للمفردة، بدينا نشوف أكو إعمار في محافظة نينوى، في الموصل بالجانبين وفي كل الأقضية والنواحي. اليوم ماكو رقابة يا 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 المحافظة، اليوم ماكو يا حكومتنا المحلية في نينوى، اليوم ماكو مراقبة على هذه المواضيع. يعني شنو قاعة لمجرد ما شوية لهب مال ألعاب نارية كلها احترقت؟ كل الناس اللي داخل القاعة بال 800 شخص انفجعوا، 98 واحد مات، عشرات أو مئات من الجرحى. ماكو يعني ماكو رقابة على هذا الموضوع. زين أنت ألعاب نارية مدخل داخل القاعة، زين أنت ما تعرف القياسات هاي ايش قد ارتفاعها، ايش قد ممكن هاي الالعاب الناريه ما تصير داخل القاعه يا اخوان، هاي تصير بمكان مفتوح، وكنا نشوفها مرات تصير بالملاعب الرياضيه بالايفنتات الخارجيه اللي مو داخل القاعه. اليوم ليش حياه المواطن العراقي صارت رخيصه؟ يتوفى لابسط الاشياء، رايح فرحان يتزوج، رايح الخطار يحضر عرسه، يموت الخطار، يموت، تموت والدة العريس أو العروس، تموت الأطفال، تموت النساء الكبار، الرجال الكبار بالسن يموتون، هم رايحين العرس، رايحين الحفل، زفاف، مناسبة فرح، راحوا انقلبت إلى حزن، ما أعرف شنو. خلينا نشوف باقي التفاصيل أيضا وباقي الأمور. طبعا مثل ما قلت لكم احنا ملتزمين وما راح نطلع أي شيء يعني مفجع بالحادثة لأنه الموضوع صعب جدا. سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، هذا خيمة العراقيين الله يحفظه لنا، اللي دائما ما احنا نقتدي بهذا الإنسان الرائع. أيضا بيان عبر المكتب الخاص، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. تعرب المرجعية الدينية العليا عن بالغ الأسى والأسف لحادث الحريق المروع الذي وقع في قضاء الحمدانية وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين،
وإذ تقدم تعازيها للعوائل المكلومة وتبدي تضامنها معها تسأل الله العلي القدير أن يربط على قلوبهم بالصبر ويشمل الضحايا بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 11 ربيع الأول 1445 هجرية، مكتب السيد السيستاني، دام ظله النجف الأشرف. طبعا الكثير من الأحداث والكثير من التفاصيل موجودة في حلقتنا. أيضا رئيس الجمهورية عبر الصفحة الرسمية له: فاجعة مؤلمة ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية، أثر الحريق الذي طال تجمع لحفل زفاف حادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين حزنا، ونؤكد ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره. عميق مواساتنا وخالص تعازينا إلى ذوي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين. أنا أردحت شغلة بس يعني ما أعرف، أغلب القنوات التزمت ب البيان او اللي طلعتها الحكومه انه راح حداد عام 3 ايام بسبب هذه الفاجعه، واغلب القنوات التزمت بهذا الموضوع الا القنوات الصفراء والاعلام الاصفر اللي ما شفناهم، خلوا شريط اسود، اقلها شريط اسود، ما شفناهم سووا حداد، ما شفناهم نزلوا تعزيه. هاي القنوات الصفراء والإعلام الأصفر، يعني أغلب القنوات التزمت، الحكومة انطت حداد عام لمدة 3 أيام. شي كلفك الشريط الأسود إذا خليته حداد على أرواح الضحايا؟ شنو يكلفك؟ أول وتالي هاي الناس أبرياء ما لها ذنب، راحت وتوفت وما لها علاقة بكل المواضيع والخصومات السياسية وغيرها وكثير من الأمور والطائفية والعنصرية. هذه القاعة اللي احترقت كانت بها هواي ناس من 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 جميع الأطياف وجميع الديانات، وتعرفون إنه سهل نينوى بكثير من ال من ال من الطوائف وكثير من الناس والقوميات. زين أنتوا أقلها حداد، يعني دماء الناس اختلطت كلها سوى بهذه القاعة، أصبحت عبارة عن عراق مصغر، هو دم عراقي، وشاهدنا الأطفال والكبار والنساء. يعني شنو يكلفكم هو شريط أسود تخليه بالقناة؟ اليوم أنا أقلب بالتلفزيون أشوف أكو قنوات خلت شريط أسود وخلت حداد وتعزية، والإعلام الأصفر لا والله كل شي ما مسوي ومستمر يبث أغاني ويبث تشوبي ويبث مدري شنو. ليش؟ شنو السبب؟ يا بعض القنوات الصفراء، شنو السبب؟ وايضا كثير شفنا من السياسيين قدموا التعزيه بهذا المصاب، بينما نشوف سياسيين ملتهين بالتشوبي، زين هم ما نزلوا بصفحتهم الشخصيه، زين لا راحوا للحادثه، زين اكو حتى بعض الاذاعات تمشي بالسيارة تشغل الراديو، ماكو أكو إذاعات همينة، ماكو الأمور طبيعية، زين وتبقى فينا أغاني وكان نفس الحالة. وهذا قدم تعزية، سوي لك شيء، أعلن الحداد. سياسيين، بعض السياسيين طب بصفحته، حتى بصفحته مناشر تعزية، ملتهين بتشوب ومدري وين. عمي عيب عيب، مع الأسف والله. على العموم احنا متواصلين ب كافة تفاصيل الحادثة. ينضم معنا اللواء خالد المحنة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية. حياك الله سيادة اللواء. أهلا وسهلا، تحياتي لحضراتكم وإلى جمهورنا الكريم. طبعا نعزيك سيادة اللواء ونعزي كل العراقيين بهذه الفاجعة اللي حدثت في قضاء الحمدانية. الجميع إن شاء الله تعازينا إلى الشعب العراقي وإلى أبناء مدينة الحمدانية حول هذا الفاجعة الأليمة التي ألمت بنا، حقيقة فاجعة أليمة. نعم. سيادة اللواء، أريدك تحدثني. اليوم شفنا خبر انتشر في الصفحات الرسمية للوزارة عن إلقاء القبض على 14 متهم
بسبب الحادثة. حدثني عن هؤلاء الأشخاص، هل هم أصحاب القاعة، هل هم متسببين بهذا الموضوع؟ حدثني أكثر عن هذا الموضوع. نعم، هو الحقيقة بعد حضور الوفد الحكومي رفيع المستوى واللي كان برئاسة السيد وزير الداخلية، نعم، وأشرف على مجمل سير التحقيقات وكل الإجراءات الحكومية المتخذة، وكان نتيجة التحقيق هو بيان الأسباب الرئيسية والأسباب الثانوية إضافة إلى تحديد مسؤولية المقصرين وإلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص عددهم 14 شخص. يعني اتخذت الإجراءات القانونية حسب درجة يعني المقصرية. زين، هذول سيادة اللواء ال 14 شخص، من ضمنهم أبو القاعة، من ضمنهم مشغل الألعاب النارية، من ضمنهم الناس، نعم، اللي مسؤولة عن هذا الموضوع. يعني هو ثلاثة أشخاص كانوا من ضمن مالكو هذه القاعة، نعم، وكانت المواد تجاههم هو التقصير و يعني عدم اتخاذهم إجراءات كفيلة بحماية المواطنين أثناء بناء هذه القاعة أو من خلال المواد المستخدمة في بناء هذه القاعة، إضافة إلى عدم وجود مخارج الطوارئ وغيرها من هذه الأمور. هنالك إهمال واضح وتقصير في هذا الجانب. أيضا هنالك ثلاثة أشخاص قاموا ب يعني إشعال الألعاب النارية والمفرقعات بشكل كثيف جدا، أدى بشكل مباشر إلى حرق سقف القاعة، إضافة إلى يعني الإداريين في هذه القاعة عن تقصيرهم في قضية زج بعدد كبير خارج القدرة الاستيعابية لهذه القاعة. قاعة تستوعب ل 400 شخص، كان هنالك أكثر من 1000 شخص متواجدين في هذه القاعة. زين، سيادة اللواء، أكو إجراءات صارمة بحق هؤلاء الأشخاص، يعني يبني لك بناء بستوك، ما اعرف سندويش بنال، يدخل لك العاب ناريه وما يخلي حفاظ لارواح الناس، السلامه، الامان، المتانه لهذا الموضوع. ايش وقت تخلص التحقيقات وهل نعم تفضل. سبق لي فقط الدفاع المدني ان زارت المكان واعطت انذار اول وانذار ثاني وانذار ثالث وطلبت برفع هذه التجاوزات، لكن اصحاب المشروع كشوفات الدفاع المدني التي قدمت لهم، هذه من جهه. من جهه اخرى وزاره الداخليه سبق لها ان قدمت مقترح تعديل مسوده قانون الدفاع المدني، ويعني اكملت كافه الترتيبات القانونيه والشكليه وحصلت على موافقه مجلس شورى الدوله، واحيل تعديل القانون الى الدوائر التشريعيه في مجلس النواب العراقي، ونامل ان يكون هنالك اسراع في اقرار هذا القانون. اذا ما اقر هذا القانون راح يكون هنالك صلاحيات اوسع لرجال الدفاع المدني، بما فيها ايقاف المشاريع التي تشكل تهديد على حياه المواطنين. زين، سياده اللواء، ايش وقت يخلص التحقيق مع هذول المتهمين؟ يعني هم احيلوا الى الجهات التحقيقيه، وكان نعم. الان التحقيق لدى قضاه التحقيق. زين، اريدك تحدثني ايضا عن باقي القاعات في المدينه. تحدثوا بعض الناس في السوشيال ميديا ايضا انه اكو قاعات اخرى في المدينه بنفس البناء، بنفس المواد، وايضا مو فقط قاعات للمناسبات، يعني قاعات رياضيه وقاعات جيم وغيرها. حدثني اكثر عن هذا الموضوع، ممكن راح تتوجهون على باقي القاعات؟ وصدرت الاوامر الى وزاره الداخليه، وكذلك صدرت توجيهات سيد وزير الداخلية إلى الدفاع المدني بأن يقوم بإجراء كشوفات إضافية غير الكشوفات الميدانية الدورية التي يقوم بها عادة، كشوفات سريعة على سرعة، ورفع تقارير مفصلة إلى قيادة وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات حازمة بشأن هذه الأماكن. زين، بالنهاية شنو تحب تضيف سيادة اللواء؟ يعني الحقيقة أنا ما أضيف شيء سوى ضرورة يعني أن يكون المواطن عنده ثقافة الدفاع المدني. كثير من الحوادث للأسف عدد كبير جدا، آلاف الحوادث فقط منذ بداية هذا العام لحد الآن، أغلبها أسبابها تعود إلى يعني سوء باتخاذ الاحتياطات والإجراءات، وبعض المواد الرخيصة التكاليف في الأسواق المحلية بإمكانها أن
تجنب مثل هكذا حرائق كبيره، يعني يروح ضحيتها اشخاص وممتلكات وكثير من الخسائر الماديه والبشريه. نتمنى ايضا هذا الموضوع يعني سياده اللواء انه تصير اكو توعيه او نشر هذه الثقافات من قبلكم، وايضا بالتعاون مع الدفاع المدني نتمنى انه تنشرون هذه التوعيه من خلال نشرات، من خلال اخبار، من خلال منشورات، حتى في الصفحات الخاصه بمواقع التواصل الاجتماعي. نتمنى يكون هذا الموضوع من قبلكم يعني. ان شاء الله. شكرا جزيلا سياده اللواء خالد المحنى المتحدث الرسمي باسم وزاره الداخليه. مثل ما سمعتوا مشاهدينا الكرام، تم القاء القبض على 14 شخص، من ضمنهم أشخاص ثلاثة هم ملاك لهذه القاعة، وثلاثة يعني مشغلين للألعاب النارية، والباقي هم اللي يديرون القاعة. وذول ال14 شخص هم موجودين حاليا بالتحقيقات، وجارية التحقيقات معاهم، وشددنا على أنه تكون هنالك إجراءات صارمة بحق هؤلاء الأشخاص المتسببين بهذه الحادثة الأليمة. 14 شخص، 3 أشخاص، شخص واحد، كل واحد تسبب بهذه الحادثة يجب أن يعاقب، وعقابه يجب أن يكون عقاب عسير، لأنه أرواح الناس وأرواح الأبرياء مو لعبة بيد من هب ودب، مو لعبة بيد الناس، مو لعبة بيد أي واحد يريد يجي يريد يشغله يسوي له قاعه، يسوي له شيء، والله ويرجع همينا من جديد يسوي له سندويش بنال لو شغلات ما اعرف شلون، هاي اللي تحترق بسرعه، ولاكو اطفاء، لاكو توعيه، لاكو ماكو زين. كل الـ 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 البنايات احنا نلقي اكو مخرج، يصير مخرج هذا اللي مال الطوارئ، كل البنايات بكل القاعات اكو مخرج، يصير حتى لو انت بطابق 70 اكو مخرج للطوارئ، اكو مثلا اذا انت بطابق عالي اكو سلم يصير بنهايه البنايه، اذا انت في داخل على الارض اكو مخرج للطوارئ زين. ومرات احنا نشوفه يخلون يمه لو فاست، لو طبر، لو ما اعرف شنو، حتى يفتح الباب ويطلع من الحادثه زين. اقلها خلي انشر طفايات بداير مدار المكان داخل القاعه زين. انت من تجي عندك هيك مناسبه غير المفروض تخلي كل الشغلات متوفره يعني. هسه احنا مرات من نشوف في بعض يعني او كل الملاعب، كل المباريات، تصير مباراه كره قدم، نشوف اكو سياره اسعاف، نشوف اكو فريق طبي، نشوف اكو حتى سياره اطفاء، نشوف هاي التفاصيل، خاف لاعب ينصاب يشيلوه يرحون به، خاف شيء يصير زين. هسه انت من عندك قاعه وتستوعب هيك عدد، خلي لك شغله اطفائيه، خلي لك شيء، راقب الموضوع زين. انت من جايب العاب ناريه، هاي الالعاب الناريه شلون انت تجيبها اذا ما وياها سلامه، اذا ما وياها الحفاظ على روح الناس، اذا ما وياها الشغلات اللي لا سمح الله صار طارئ، هاي تحد من عندها، انت شلون جايبهن وهيك بس خلاص؟ هذا هو الموضوع مع الاسف. طبعا ايضا التعازي وبرقيات التعازي يعني تتوالى حتى هذه اللحظة. لحد قبل ما ندخل الحلقة جبنا أكبر عدد يعني حتى قبل قليل يعني ما لحقنا أنه نجيبه بالبرنامج. المستشار الألماني أيضا بعث برقية تعزية لرئيس مجلس الوزراء والكثير أيضا. رئيس مجلس الوزراء سيد محمد الشيع السوداني تلقى برقية تعزية من الرئيس الروسي في حادثة حريق الحمدانية. تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني برقية تعزية من الرئيس الروسي السيد فلاديمير بوتين في حادثة الحريق الذي وقع في الحمدانية بمحافظة نينوى. وعبر الرئيس بوتين عن خالص تعازيه ومؤاساته لحكومة وشعب العراق بهذه الحادثة الأليمة، معبرا عن تعاطف حكومة وشعب روسيا مع العراق وذوي الضحايا. كذلك الحال رئيس مجلس النواب يتلقى برقية تعزية من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في حادثة الحمدانية. تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني اليوم الأربعاء برقية تعزية من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد جاسم محمد البديوي في حادثة الحريق الذي وقع في قضاء الحمدانية بغديدة في محافظة نينوى. وعبر السيد البديوي عن خالص تعازيه ومؤاساته للسيد الرئيس مجلس الوزراء بهذه الحادثة الأليمة، داعيا الله أن يحفظ العراق
ويجنبه كل مكروه، وأن يتغمد الضحايا برحمته ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل. كذلك الحال الرئيس الفلسطيني عبر رئاسة جمهورية العراق بالصفحة الرسمية، رئيس الجمهورية يتلقى رسالة تعزية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. تلقى فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد جمال رسالة تعزية اليوم الأربعاء، طبعا هذه كانت يوم غد، العفو يوم أمس، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضحايا فاجعة قضاء الحمدانية. وفيما يلي نصها: فخامة الأخ الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد حفظه الله رئيس جمهورية العراق، تلقينا بحزن نبأ وقوع المئات من الضحايا بين وفيات ومصابين من أبناء الشعب العراقي الشقيق جراء اندلاع حريق بقاعة أعراس في الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، وأننا إذ نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم للحكومة والشعب العراقي ولعائلات الضحايا الكرام باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي بأسمى عبارات التعازي القلبية والمؤاساة الأخوية، نعرب عن تضامن دولة وشعب فلسطين التام معكم في هذا المصاب الجلل. نسأل الله عز وجل أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم وشعبكم بخير وسلام واستقرار. إنا لله وإنا إليه راجعون، رام الله في 27 أيلول 2023. أيضا هذا بيان من مؤسسة الشهداء بالصفحة الرسمية لهم: بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. بقلوب آمنة مطمئنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ الحادث المأساوي الذي وقع في حريق الحمدانية في محافظة نينوى، وبهذا المصاب الأليم نعزي شعبنا العراقي الكريم وأهالي وعوائل ضحايا الحادث المأساوي، ونسأل الله تعالى أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك الحال على مستوى الوزراء، وزير الشباب والرياضة السيد أحمد المبرقع أيضا تلقى برقية تعزية من نظيره اللبناني، وكانت نص البرقية: معالي الأخ الوزير الدكتور أحمد المبرقع المحترم، تقدم منكم ومن الشعب العراقي وأهل محافظة نينوى بخالص العزاء بضحايا الحريق الذي حصل في الحمدانية، راجيا من الله لأرواحهم ومتمنيا الشفاء للجرحى المصابين، حمى الله العراق الحبيب وشعبه الأبي. أخوكم جورج كلاس، وزير الشباب والرياضة لبنان. الكثير من برقيات التعزية، الكثير من رؤساء الدول، وكل أغلب الدول أيضا بعثت برسائل التعازي لرئاسة الجمهورية وأيضا لرئاسة الوزراء. هذا أيضا بيان انتشر بالصفحة الرسمية لرئيس الوزراء بعد وقوع الحادثة الأليمة، بيان مفصل على شكل نقاط: وجهنا الوزارات والمحافظات ومؤسسات الدولة كافة باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، وذلك أثر حادثة الحريق المؤسف في إحدى قاعات الأعراس في قضاء الحمدانية بغديدة بمحافظة نينوى، حيث وجهنا الآتي. هذه النقاط: أولا، تواجد وزيري الداخلية والصحة ميدانيا في محل الحادث لأجل الإغاثة الفورية للمصابين والإشراف على عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة. بالفعل شفنا احنا وزيري الصحة وأيضا الداخلية كانوا متواجدين. اثنين، تبني الجهات الصحية المختصة علاج الجرحى والمصابين وتوفير أقصى حالات الرعاية وحسب متطلبات الحالات للعلاج في داخل العراق أو خارجه. احنا قبل شوي تحدثنا مع المتحدث باسم وزارة الصحة أنه هل ممكن أكو حالات ترسل خارج العراق، ذكر أنه الحالات اللي تحتاج أنه ترسل لخارج العراق فأكيد راح يتم إرسالها. ثلاثة، تشكيل لجنة تحقيقية تباشر على الفور في التحقيق وكشف ملابسات الحادث للوقوف عن الأسباب وكشف نواحي التقصير. والله يا معالي رئيس الوزراء، المقصرين معروفين
والقاعات هاي اللي جاي تنبني شلون ما شلون هاي هم معروفه. فنتمنى يكون اكو توجيه صارم وعقوبات تطال كل الاشخاص اللي يستهينون بحياه المواطنين الابرياء. هذا الموضوع ذمه وامانه في اعناقكم. رابعا، اعداد الجهات المعنيه قائمه دقيقه لضحايا الحادث، وايضا شفنا احنا القائمه موجوده. اعلان الحداد العام في مؤسسات الدوله كافه لمده 3 ايام، عزاء في الضحايا ومواساة لذويهم واهلهم. وشفنا اغلب القنوات التزمت واعلنت الحداد، وبعض الاعلام الاصفر اللي ما اعلن الحداد ولا حتى خلاله شريط اسود بجانب بالقناة، يعني اللي هو مايكل فشي سوى اعلام اصفر يعني او اعلام اصفر. 6، استمرار الوزارات والمحافظات كافة بإجراء الكشوفات للبنايات والتحقيق من أجل إجراءات السلامة وتحمل الجهات المعنية مسؤولية أي خلل. هي هاي النقطة اللي احنا لازم نركز بيها، هاي النقطة السادسة، انه تستمر الوزارات والمحافظات بانه تطلع كشف تحقيق هاي الشغلات، السلامة، الأمن، هاي الأمور. لازم اكو توعيه بهذا الموضوع، لازم اكو ناس تجيبهم، يابا انت روح اكشف لي هذا من شنو، هاي البنايه من شنو مبنيه. قبل فتره في بغداد ايضا سقطت بنايه من 4 أو 5 طوابق وراح ضحيتها ايضا العشرات، وشفناهم تحت الانقاض، وكثير وكثير من الامور. 7، استمرار مديرية الدفاع المدني بجميع فروعها في المحافظات بتأكيد الاجراءات السابقة للكشوفات الميدانية والسلامة الإنشائية ومضاعفة جهود الفحص الدوري للمباني الكبيرة والمولات والمطاعم وقاعات المناسبات والفنادق، والتأكد من توافر إجراءات السلامة فيها وتحديدا المخاطر المحتملة والتوجيه بمعالجتها وتشخيص المباني المخالفة. نتمنى بعد هذا، يعني احنا تمنينا بعد حادثة اللي صارت ببغداد من سقطة البناية، طلبنا هذه الأمور، وأيضا حاليا نطلب هذه الأمور بعد هذه الحادثة. يا أخوان، حياة العراقيين مو لعبة. طبعا هذه صور من داخل المستشفيات، يعني الكوادر الطبية بوزارة الصحة. هذه من تل العفر، من مستشفى تل العفر العام، تقدم الخدمات الصحية وعلاج للمصابين بحريق الحمدانية بغديدة. هذه أيضا صور من وصول وزير الصحة للمستشفيات ومراقبة الوضع وميدانيا. أيضا هذه صور من التوجه للحالات وأيضا للردهات ولقاء الأطباء المسؤولين. هذه صور من الصفحة الرسمية باسم الصفحة الرسمية لوزارة الصحة. هذه أيضا صور من ايضا مستشفى الجمهوري في نينوى، ايضا وفد وزاري رفيع المستوى ايضا اشرف على العلاج، علاج الجرحى، وايضا كان موجود في هذه المستشفيات. ايضا هذا بيان للدفاع المدني. طبعا احنا كنا مأمنين اتصال مع مديرية الدفاع المدني، ولكن لحد الان الاتصال ما تأمن حسب ما أعتقد. إن شاء الله راح يكونون متواجدين ويانا حتى يتحدثون أكثر عن هذا الموضوع. هذا بيان من وزارة، من مديرية الدفاع المدني. استنفرت فرق الدفاع المدني أقصى إمكاناتها من فرق الإطفاء والإنقاذ التخصصية، وتسارعت بإخراج وإنقاذ العوائل من داخل قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكو بوند سريع الاشتعال، والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى. محذرين من 2013 محذرين الناس من 2013، حيث استنفرت فرق الدفاع المدني بغضون دقائق وطوقت النيران ونفذت عمليات الاقتحام المباشر، ونجحت بالدخول وسط القاعة المحترقة
لتباشر بعمليات الإنقاذ للعوائل من النساء والأطفال بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد للحريق الذي أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران. رخيصة وبسرعة يجيبوها بسرعة يشدوها، بس هي تقتل المئات بل العشرات وبسرعة تحترق. يعني تعتبر حالها حال القنبلة الموقوتة، زين جايبيها رخيصة ويخليها. وشاهدنا أيضا بعض الحالات ببعض المحافظات قبل أشهر، أيضا في النجف الأشرف، أيضا في أعتقد المدينة المائية، بس هو سوق يعني، أيضا شفنا هيك حالات وبسرعة السوق راح قب احترق. ليش؟ لأن واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران بسرعة تحترق. ما أعرف يعني، لأن هو هذا اللي أكو في اللين يصير بالوسط، هذا هو عبارة عن بنزين خلاص يقب ويوقع وتوقع هذا لهب النيران بالأرض. وبعد شفتوا اللي صار، شفتوا الفيديوهات والصور اللي ما ردنا نطلعها. يعني الحديد رايح ذايب، بعد هذا المسكين الصاربي شنو صار بهذا الشخص؟ لأنه والله رخيص. لا ويعني بالبيان انه القانون 44 لسنة 2013 لافتقارها الى متطلبات السلامة من منظومات الانذار والاطفاء الرطبة في منطقة الحم. يعني من 2013 هم الناس مشددين على هذا الموضوع. طبعا هذه صور من الاهالي في الموصل توجهوا مباشرة للتبرع بالدم. طبعا هذا هو ديدن العراقيين. هذه صور من دخول الدفاع المدني لمكان الحادث. يعني والله ما اعرف، الجدار بلوك مسوي، ها جدار بلوك عادي يعني، والسقف عبارة عن إيكوبوند، ما اعرف شنو يسموه هذا السندويش بانل، هذا اللي بسرعة يقب وبسرعة يحترق. والعراقيين هاي حياتهم من موت إلى موت، تعددت الأسباب والموت واحد. هذه هي اللي دائما ما نتحدث به. طبعا أيضا رئيس الوزراء اليوم تفقد المصابين في حادثة الحريق من الموصل وأيضا في المستشفى الجمهوري، وتابع تقديم الخدمات العلاجية الكاملة لهم، وأيضا ذهب اليوم إلى محافظة نينوى. وهذه صور من ذهاب رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة نينوى. طبعا مشاهدين الكرام، هذا اللي قدرنا أنه نبرزه ونطلع أكثر ونحكي ونسولف بالتفاصيل. وأيضا سمعتوا للمتحدثين باسم وزارة الصحة وأيضا باسم وزارة الداخلية، 14 واحد تم إلقاء القبض عليهم، زين، وأيضا عدد الضحايا 98 شخص وعدد من الجرحى. وأيضا كنا ننتظر اتصال يعني من مديرية الدفاع المدني، بس احنا اكتفينا بالبيان لأنه ما قدروا انه يتواصلون ويانا، ما اعرف بسبب انشغالهم، الله يكون بعونهم. مشاهدين الكرام، يعني بالنهاية نقول الله يشافي كل الجرحى، والله يرحم الناس اللي ماتوا ويصبر أهلهم وذويهم، ونتمنى انه تكون هذه آخر حادثة وآخر فاجعة تحصل في عراقنا الحبيب. وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج الوسم لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، نقولكم في مال الله.